السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يا جماعة نتكلم عن إنك كيف تقدر تثبت نسخة قديمة من التطبيق في النسخة الحديثة من غير ما تمسحها وتفقد بياناتك. يعني مثلا أنا عندي واتساب، قمت حدثته كويس الواتساب، والتحديث الجديد ما عجبني كويس، ودار أثبت النسخة القديمة طبعا من غير ما أمسح الجديدة وأفقد بياناتي ورسائلي كلها. هقوم أثبت النسخة القديمة في النسخة شنو الجديدة كويس، لكن عشان اقوم اعمل الحاجة دي لازم اعمل باتش للاندرويد. تعمل شنو؟ باتش للاندرويد. وعشان اعمل الكلام ده لازم يكون عندي تطبيق لوكي باتشر كويس، عندي التطبيق ده كويس، الزول المبتسم ده الايقونة دي. التطبيق ده لو عندك بتقدر تعمل شنو؟ باتش. تحت اسفل بنمشي لحاجة اسمها الادوات كويس، لاحظنا لها هنا كويس الادوات. بعد كده بنمشي للخيار بتاع باتش اندرويد تمام كويس، بيقوم بيفتح لي القائمة كويس. طبعا ده بيديك تحذير بعض مرات كويس. الخيار الاول قال لك حالة التحقق من صحة التوقيع، دي احنا ما دارينا تعطيل التحقق، دي ما دارينا، دايرين الخيار الثالث المظاهر ده، تعطيل التحقق من صحة التوقيع في مدير الحزم كويس، عشان يسمح لك انك تقدر شنو تثبت الاصدار القديم في الاصدار الحديث عادي تمام. نقوم نعمل له صح طبعا، تعمل له صح كويس، تقوم تعمل تطبيق. بعد ما تعمل تطبيق تقفل الجهاز وتفتحه من جديد تمام. نعمل تطبيق كويس، جاري الباتش كويس، بياخد فترة كده يلا. قال لي بعد ما انتهت قال لي اعيد تشغيل الجهاز. بعد ما اعيد التشغيل بعد كده برجع تاني للادوات وبشوف هل انه هو تم ولا ما تم تمام كويس. رجعنا تاني وعملنا اعادة تشغيل الجهاز، نمشي نخش نشوف التطبيق تاني لوكي باتشر، نمشي للادوات نشوف الباتش يتطبق ولا ما تطبق. الادوات كويس، نمشي لباتش اندرويد تمام كويس، جار الانتظار كويس، دوزي طبعا. قام قال لي في الخيار الثالث هنا، لاحظ معي قال لي تم تطبيق الباتش، تم تطبيق شنو؟ الباتش بتاعي هنا في الخيار الثالث تمام. قال لي تم تطبيق الباتش، نشوف الكلام ده حصل ولا ما حصل كويس. نمشي نشوف التطبيق يلا. لاحظ معي انا عندي هنا التطبيق بتاع الروت اللي هو الماجيكس كويس. لاحظ معي هنا في المدير، هنا عندي اصدار اخر اصدار اللي هو 8.05 تمام. انا دار اثبت الاصدار الاقدم للتطبيق ده تمام كويس. نمشي نشوف اخر اصدار عندي في التطبيق واقوم اثبته تمام كويس. عندها له اخر اصدار في الماجيكس عندي 7.51، نقوم نضغط عليه نعمل عليه تثبيت تمام. عملنا تثبيت يلا نشوف سماح. شوف معي لو كان انا ما عملت الباتش كان طبعا قال لي شنو؟ لم يتم التثبيت، يعني ما حيقدر يثبت في شنو؟ في الاصدار الجديد. الاصدار القديم ده ما حيثبت في شنو؟ في الجديد تمام. طبعا يا جماعة بس حب الفيديو طول حبة كويس. جاري التثبيت كويس، تم. اذا هو ثبت. نفتح التطبيق نعاين كويس، ركز معي شوف هنا طوالي قال لي شنو؟ تحديث المجلس مدير الجديد المتوفر. الاصدار التحديث المثبت قال لي 7.51، اخر تحديث اللي هو 8.05 تمام. اذا انا ثبتت الاصدار القديم زي ما انا داير كويس. انا ليه ثبتت المجلس يا جماعه؟ ما هي تطبيق تاني ثبتته يا جماعه، لانه في ناس عندهم مشكله في موضوع المجلس ده كويس، في الضبط تمام، وكده يحاولوا يحدثوا اصدار جديد بتلاقيهم بعض المشاكل كويس في النمط الاساسي بيكون فعله بالغلط تمام. اللي هو ده النمط الاساسي ده بيكون شنو؟ فعله بالغلط وبقوم حدث، تحصل له مشكله بعد كده في السيفتي نت.
عشان كده انت لازم ترجع لشنو الاصدار القديم، تقفل النمط الاساسي زي ما هو مقفول، وبعد كده تقوم تحدث شنو التطبيق الجديد، وكده بتتحل عندك المشكله اذا كانت شنو هي متعلقه بالنمط الاساسي للمجلس مانجر. تمام، اذا كده انا عرفت انه شنو اقدر اثبت التطبيق القديم في التطبيق الحديث. وكده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو، وما تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.